مزيان تهلاو فينا كلشي داز زعما جينا مرتاحين في الباطو ما كاين حتى شي صداع لا والو هبطونا في لاشانسور تهلاو فينا حنا حتى عندي مشكل تنمشي بالعكاكز داز كان كلشي مزيان الحمد لله حنا في بلادنا فرحانين فرحانين فوقاش ما جيتيش شحال ما جيتي لا حنا عاد مشينا باش مشينا حنا عاد شي 17 دابا الله يطول عمره الله يشد فيه الله يطول عمره على حسب بلادنا ما تكون غادي ما تتحسش بالفلوس فهمتي تقول لها ضروري خصني نمشي لبلادي انا فرحانين الحمد لله جينا بخير ما كيفاش كانت الاجواء الداخل مزيان عام داك الصيف سنة هاد الصيف كي دار مزيان الله يطول عمره الله يخليه لينا ايطاليا من جنوفا ركبنا من جنوفا نهار 17 الحمد لله دازت الرحلة مزيانة الحمد لله وكنشكروا جلالة الملك على ديك التلفتة اللي لفت الجالية المغربية انا قطعت ب 1000 و 4000 اليوروتون والحمد لله دازت الامور مزيان بخير وعلى خير المعامله كانت مزيانه وما كاين شي عراقيل ولا شي حاجه كلشي مقارنه مع الاعوام اللي دازو وما كاين شويه ديال التحسين ما كاين شي حاجه اللي هي نقولوا بلي راه تحسنت مزيان ولكن شي شويه باين صافي هذا هو اللي كاين الله يسهل الامور في باش اللهم امين انا ماشي الخميسات ان شاء الله ان شاء الله ومن هذا المنصب هذا تنقول تنصروا جلاله الملك على ديك الالتفاته اللي دار لنا والسلام عليكم المحمديه العمل ديال المحمديه منين جاي من ايطاليا كيفاش جبرتوا الاجواء الداخل؟ لا لا والله لا بخير الحمد لله كلشي بخير كلشي داز ناشط ضحك لاعبين والله لا بخير شحال قطعتي بالباطو؟ هو خلي بالباطو حنا هذيك المفاجاه اللي درنا الحسن محمد السادس احسن كلشي كاع والله الا الانسان الا كان شعلة فيه العافيه وبحال كبيت عليه الماء طفيتيها شحال كوشه شعلة فيها العافيه وطفيتي عليه في الماء واه الحق مزيان ماشي نقول لك كاع المهاجرين سالهم وغادي تشوف انا كنشوف مهاجرين اش دايرين اللي في اوروبا سمعتي كنشوف مهاجرين اش دايرين في اوروبا تبارك الله والله الا قاسم لا فرحانين ناشطين الدري عنده 8 سنين ناشط يقول لك المغرب 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 ناشطين فوق القانون كاع على السلامة على السلامة قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا